أعتقد هي حرب بيانات أكيد، لأنه بيان ضد بيان، ولكن البيان الأخير للاتحادية يعني كان بيان مليح يعني دبلوماسي. لا فيه كثير من الدبلوماسية، وهذا ما نحتاجه في هذا الظرف. أعتقد أنه الفاف كانت يعني تسابق الزمن من أجل تصحيح خطأ المدرب الوطني جمال بلماضي، لأنه قلت لك تحول من ضحية إلى مذنب بسبب تصريحاته المتهورة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. تصحح الخطا او تدافع عن بلماضي، لانه بدا شرف دي لامارا قال انه دافع عن بلماضي. هي هو يقول يدافع يعني عن بلماضي، احتمالين. لم يقل انه بلماضي مخطئ، ربما يعني دافع عليه. من المفروض انه بلماضي هو اللي يقول انا مخطئ، او يعتذر او يصحح الخطا، لانه تصريحاته اليوم قلت لك تحوله من ضحيه الى مذنب، حتى ولو كان قصبها فعلا حرمنا من المونديال، لكن فيه تصريحات دبلوماسيه، في اشياء يخلوها للاعلام والراي العام، في اشياء كما تصريحات هذه يعطوها الاعلام والراي العام هي اللي تتكلم، لانه الفيفا ما بقاش تعاقب الاعلام ولا بقاش تعاقب ولا تحسب على تصريحات الاعلام، ما تحسب على الاتحاديه. لكن قلت ابري تروسمان وما زالوا يعني بنفس العقليه في 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 مهاجمه كل الناس، حتى يهاجم حتى هنا الاعلام الجزائري، يعني ما هيش طريقه التعامل. يعني لو يبقى بعقليه التهور اعتقد انه حنخلصوها. قلنا غاليين الفيدراليه البيان تاعها نفهم بلي اخذت بزمام الامور واقتنعت بانه في حال عدم اصدار مثل هذه البيانات اللي فيها كثير من الدبلوماسيه، ربما ستعقد وضعيه المنتخب الجزائري ووضعيه جمال بلماضي. اتذكر قلت ربما في وقت سابق انه في عهد علي يعني راوراو محمد راوراو الرئيس الاسبق للاتحاديه، علي لوزيتش اشتم وتهجم على محافظ احد المباريات، كان حيتعرض لعقوبه الاقصاء على الاقل لستة اشهر، حتكون عليه تداعيات وخيمه على المنتخب الجزائري. يعني علاقات محمد راوراو خلاته مع الفيفا انه قالوا له معليش يدير رساله اعتذار للمدرب الوطني ومعليش ونطوي الصفحه على الاقل، لانه الوزن تاع راوراو كان كبير. علي لوزيتش ما حبش يضاروا في جيش علي لوزيتش، قال لهم لا ما نديرش رساله اعتذار، قال لهم بدات تتعاقب، قالوا ما نديرش. واش دارت الاتحاديه؟ بعثت للفيفا مراسله على انه علي لوزيتش اعتذر، وهو لم يعتذر باسم علي لوزيتش، وتفادى عقوبه الاقصاء. هو ما على بالوش، هو عم بالو لا فيفا خافت منه، هي لا داروا له رساله اعتذار باسمه، داروا اجراء هو ربما غير قانوني، ولكن يزون ايفيتي اون سانكسيون بور علي لوزيتش اللي تعني بوتيت اون سانكسيون بور الجيري.